اهلا وسهلا بكم اعزائنا مشاهدين وحلقه جديده من مجله الرشيد. راح ناخذكم بجوله ثقافيه منوعه من العراق والعالم، خليكم ويانا. القصائد المغناة أرشيف غنائي حافل بروائع اللحن والشعر والغناء، وفي ذاكرة الغناء العربي مئات الأغنيات التي ذاع صيتها وتداولها الناس بمحبة لكلماتها وسحر اللحن والغناء. من هذه القصائد المغناة أغنية سلوا كؤوس الطلا، الأغنية التي أبدعت فيها أم كلثوم، وهي من تأليف أمير الشعراء أحمد شوقي وتلحين الموسيقار الكبير رياض السنباطي. لا تزال أم كلثوم تتربع على القمة بأغانيها التي تحفظها الأجيال على الرغم من وفاتها. ليبقى السؤال عن السر وراء بقاء أغاني أم كلثوم حتى الآن، مثل أغنية سلوا كؤوس الطلا والأطلال وغيرها من الروائع. وقصة قصيدة سلوا كؤوس الطلا لأحمد شوقي تتلخص بهذه الحكاية. كان الشاعر أحمد شوقي محبا للغناء والموسيقى، فقام بدعوة أم كلثوم وقبلت الدعوة وقامت بالغناء أمامه في كرمة الدهان. وبعد أن انتهت أم كلثوم من الغناء قام وحياها شوقي، ويقال إنه قدم لها كأسا من الخمر، فأخذت أم كلثوم الكأس لكنها لم تتناولها ولم يمس شفتيها لأنها لا تشرب الخمر. وقد أعجب شوقي بتصرفها، ويقال إنها كانت في حفلة وقدم لها شراب ولكن لم تشربه، ولاحظ شوقي ذلك. وفي اليوم التالي ذهب شوقي لأم كلثوم لإعطائها هذه القصيدة. وفي رواية أخرى يقال إن شوقي قام بوضع الرسالة في مظروف مغلق وجعل شخصا آخر يقوم بتوصيلها، وكانت تعتقد أم كلثوم بأن الرسالة عبارة عن مكافأة مالية بسبب غنائها أمامه في حفلة الأمس، لكنها وجدت غير ذلك، وأن الرسالة بها قصيدة كتبها شوقي لها ولحنها رياض السنباطي بعد ذلك وغنتها أم كلثوم. وتوالت بعد ذلك القصائد التي قامت أم كلثوم بغنائها من أشعار شوقي. كان شوقي يقدر أم كلثوم لأنها أديبة تفهم ما تغني، وهي تحفظ القرآن ولا تشرب الخمر، وفي غزل شوقي تلميح إلى ذلك. ويقول عبد المنعم شميس في كتابه شخصيات في حياة شوقي إن شوقي عاشق أم كلثوم، وكتب لها قصيدة التحدي التي غنتها بعد وفاته بسنوات. وقد أسبغت أم كلثوم بصوتها الساحر على القصيدة نعماء التطريب وتعتعة الخيال بتنغيم اللحن المبهر الذي أبدعه رياض السنباطي. لنستمع إلى القصيدة. سلوا كؤوس الطلا هل لمست فاها، واستخبروا الراح هل مست ثنايا.
أقامت دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة ندوة فكرية بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل عالم الاجتماع والمفكر الدكتور علي الوردي. اشترك في تقديم بحوث الندوة عدد من الباحثين والأكاديميين، تناولت جوانب من السيرة والمنهج والأفكار والمؤلفات الشهيرة للدكتور الوردي، إضافة إلى الأسلوب في الكتابة وطرائق البحث. وشهدت الندوة حضوراً متميزاً لأدباء وأكاديميين ومثقفين. لنشاهد هذا التقرير. في الذكرى السنوية على رحيل عالم الاجتماع العراقي عالمي الصيت الدكتور علي الوردي، نظمت دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة ندوة استذكارية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. تحدث فيها الدكتور غازي مجهول عن هذه الشخصية الأدبية التي كان لها الدور البارز في إغناء الحركة الثقافية العراقية من خلال سلسلة مؤلفات ذاع صيتها عالميا وأثارت جدلا واسعا في الأوساط الأدبية المختلفة. الوردي جزء أصبح جزء من الذاكرة العراقية لا يمكن تجاهلها، مهما اختلفنا وياه في الآراء ينبغي أن نبقى نحافظ على هذا التراث لأنه تراث مهم. وفترة علي الوردي فترة عصية، وخاصة في مرحلة كتاباته، لأنه كان البلد يعاني من ديكتاتورية، مساحة المتنفس ضئيلة جدا. مع ذلك استطاع الوردي أن ينفذ من هذا المتنفس الصغير. كنت أتمنى على القائمين من هذه الندوة أن يستدعون كل المعنيين بهذا الشأن، وخاصة المختلفين من الرعيل الثاني من تلامذة دكتور علي الوردي، المختلفين معه فكريا في التفسير والاصطلاحات. يفترض أنه يدعون لهذه الندوة أن تكون ندوة مفتوحة حوارية للمختلف والمتفق على حد سواء، لأن هذا الموضوع مهم جدا وخطير جدا في ماضي وحاضر ومستقبل العراق. الضرر الناتج عن هذا الاستعمال كما يراه الوردي أنه يثبت أشياء في العقيدة الدينية هي ليست موجودة. يعني نعرف نحن من التاريخ أن فكرة كروية الأرض قد ذهب ضحيتها كثير من العلماء في العصر الوسيط في أوروبا، وهي ليست من صلب العقيدة. يعني لا يوجد في الدين ما يتناقض مع هذه الفكرة، أو ضخموها إلى الحد التي أصبحت تكفير، كأنما هي إنكار للإله. بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليوم التي شهدتها بغداد، إلا أن الاتحاد العام للكتاب والأدباء العراقيين ضيف في مقره ندوة ثقافية عن الكاتب الكبير علي الوردي، والتي أقامتها دائرة العلاقات الثقافية مشكورة. تحدثت الندوة عن الفلسفة والمنطق في كتابات الكاتب الكبير علي الوردي. تضمنت الندوة بعض المداخلات والمشاركات. مشكورة دائرة العلاقات لإقامتها هكذا ندوات للتوعية وللشد على الشباب للخوض في كتابات هذا الكاتب العظيم. علاقة علي الوردي بالفلسفة والمنطق الحديث كان المحور الأساس للنقاش في هذه الندوة، مع استعراض لبعض الظواهر التي سلط عليها الضوء في كتاباته التي كانت تتميز بنقد السلبيات والمساوئ الاجتماعية، فضلا عن آرائه الجريئة في أصحاب السلطة والمتنفذين. الحمد لله وشكر أكو هيك إنسان يمكن معروف حتى من قبل الناس البسطاء، الناس يعني اللي بالشارع البسيطين، لأنه هو كانت أفكاره قريبة من المجتمع. تكلم عن الحب، تكلم عن المجتمع، عن العلاقات الأسرية، تكلم عن الدين، يعني سبر أغوار المجتمع العراقي بكل تفاصيلها. لذلك يعني هو يعتبر مؤسس علم الاجتماع العراقي، وأفكاره وكتبه غنية عن التعريف، هي يعني حتى موجودة في أكثر وتدرس في أغلب الجامعات العالمية. اليوم أخذنا يعني مبحث أستاذ الدكتور علاء القيسي، أخذ مبحث لهذا الدكتور وعلاقته بالمنطق والفلسفة. نتمنى إن شاء الله التوفيق لهكذا ندوات أن تستمر طبعاً للتعريف بناس يعني لهم حق علينا باعتبارهم هم مؤسسين للمجتمع العراقي، دخلوا في تفاصيل هذا المجتمع وقدموا دراسات عميقة عنه. هذا الحقيقة يعني أمر لافت جداً،
إنه هذا الرجل، يعني هذه الشخصية التي نحتفي أو نستذكرها الآن، كانت قد تركت الدراسة الابتدائية، يعني كأنما هذا من مما نسميه نحن بالنقد الأدبي أو الثقافي بالنسق المضمر أو المسكوت عنه أو المقموع. لماذا ترك الوردي الدراسة الابتدائية ومن ثم عاد إليها في الدراسة المسائية، ومن ثم طبعا صار معلما ومن ثم نال البكالوريوس من بيروت إلى أن أخذ نال الدكتوراه من جامعة تكساس في عام 1950. الحقيقة أنا عاصرت وتعايشت مع الأستاذ الدكتور المرحوم علي الوردي. تم تعييني في 30/11/1968، وكان المرحوم علي الوردي رئيساً لقسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة بغداد، وكان رجلاً فاضلاً علمانياً الحقيقة مثقفاً. الدكتور علي الوردي رائد من رواد التفكير الحر في علم الاجتماع، وعقليته الواسعة جعلته يخوض في موضوعات أخرى كاللغة العربية وغيرها، وهو أيضا من كبار الناقدين. فرحيله إذن شكل خسارة كبيرة للثقافة العراقية بالعموم وعلم الاجتماع بالخصوص. لقناة رشيد الفضائية ليث حسين، بغداد. احتفى بيت المدى للثقافة والفنون مؤخراً بالروائي والأديب ناطق خلوصي تكريماً لمسيرته الحياتية وعطائه الأدبي وما قدمه للمكتبة من سرد وإبداع مهم في الحياة الثقافية عبر ندوة شارك فيها عدد من النقاد والروائيين والأدباء بمداخلات وطروحات نقدية وتقييمية. حضر الاحتفاء نخبة من الأدباء والمثقفين وجمهور من القراء والمتابعين. فلم أكتب الكثير عن ناطق رغم قربي منه، فقد كان يفاجئني دوما رواية بعد أخرى بنوع من التمثل الروحي والقدرة على العطاء والتلوين في هذا العطاء. وسط حضور نخبة من النقاد والمثقفين، احتفى بيت المدى الثقافي بالأديب ناطق خلوصي للحديث عن تجربته الإبداعية والأدبية بعد مسيرة طويلة تكللت بالنجاحات والإنجازات. ناطق خلوصي شخصية ثقافية عراقية صميمية وذات أثر قوي في المعرفة وفي الثقافة، كتب في القصة وكتب في الرواية وكتب في النقد الدرامي التلفزيوني، وكذلك ترجم عددا من الكتب الثقافية، وتعد رواياته من الروايات المهمة جدا إذا قيست بالرواية العراقية وحتى العربية، فهو صنع نفسه غزير الثقافة كثير القراءة، لذلك أنتج هذا العدد الكبير من الروايات ومن المجامع القصصية ومن الكتب الأخرى. نحن الآن إذ نفتخر بهذه الشخصية، نتمنى على الدولة أن تكرم هذه الشخصية تكريما لائقا بها، لأنه بلغ قريبا من 80 وهو الآن مريض وكذلك شبه معوق. أتمنى أن تلتفت الدولة وتعده أحد الشخصيات الهامة في الثقافة العراقية التي ينبغي أن تكرم وأن يعنى بها. فالأستاذ ناطق خلوصي فنن وغصن من تلك الأيكة الفنانة المبدعة التي كان من ثمارها الكبير صفاء خلوصي، والقلم الصادق مع نفسه ومع الناس عبد المجيد لطفي، ونجله القاص المبدع الذي تخرمه الموت سراع زيد خلوصي، القاص الذي لو امتد به العمر أو لو عاش في أجواء من الحرية، حرية الكتابة والتعبير، لكان له شأن أي شأن في دنيا السرد العراقي. تضمنت الندوة الحديث عن سيرة الأديب ومنجزاته الثقافية، لا سيما روايته الأخيرة اعترافات زوجة رجل مهم التي كانت ذات صدى واسع
في الأوساط الأدبية العراقية. أنا عرفت ناطق خلوصي من الستينات، وهو كاتب مبدع في القصة والرواية والتلفزيون والنقد الأدبي والمقالة والترجمة وأشياء كثيرة أخرى. إنسان رائع وهادئ، لا يعتدي على أحد ولا ويحب الناس، والناس تحبه كثيرا. رواياته مشهورة في العراق وفي البلاد العربية وفي العالم. يميل إلى العقدة والحلب، لكن ليس بالطريقة القديمة المتسلسلة عقدة وحلب، هو يطرحها بأسلوب حديث. مثلا أنه يطرح موانع كثيرة ويجتازها أثناء القصة للوصول إلى هدف آخر، ويشد القارئ بالدايلوج والمنالوج. شكرا لقناتكم أيضا، قناة الرشيد، وأنا سعيد ومسرور بهذه الاحتفالية اليوم التي أقامها بيت المدالي. شكرا جزيلا ووفقكم الله. ناطق خلوصي شخصية عراقية مبدعة، خاض في صنوف الأدب العديدة كالقصة والرواية والنقد الأدبي، وأجاد وتميز في جميعها بشهادة الكثير من النقاد. صدر حديثا عن دار الأهلية للنشر في عمان ديوان شعر بعنوان ويجرحني الناي للشاعر الأردني عمر أبو الهيجاء، وهو الديوان العاشر في مسيرته الإبداعية. وقصائد الديوان رثاء للعالم، كتبها الشاعر بأسلوب قصيدة النثر، ألا أن الإيقاع يتسرب بين السطور، ويحضر في الكثير من القصائد عبر صيغ التناظر والتكرار والتواشج والتقطيع الصوتي. حقيقة الحديث عن الدورة الجديدة لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق يستغرق وقتا طويلا، لكني سأحاول التركيز في كلامي وأشير بأن هذه الدورة تبدت عن 11 تشكيلا أدبيا أو رابطة أو منتدى. هذه الفعاليات الثقافية مرتبطة ببرامج ذات نوعية مختلفة عما كان معروفا ومألوفا في الدورات السابقة. وسيذهب الاتحاد في دورته الجديدة إلى إقامة العديد من الورش والحلقات النقاشية، والاستعانة أيضا بالأساتذة الأكاديميين في إغناء الفعاليات الثقافية والمحاور. وستشهد برامج وفعاليات هذه الدورة العديد من المجالات الجديدة غير المألوفة في الثقافة العراقية، منها البحث عن القبح في الأدب العراقي، المخيال وتبدياته في الثقافة العراقية، الشفاهية في الأنواع الأدبية، إصلاح الخطاب الديني، نقد الحداثة العراقية، و بالإضافة إلى استدعاء الذاكرة، أي بمعنى إقامة فعاليات نقدية عن الأسماء الأدبية التي غابت بسبب الموت، مثل غازي العبادي، يوسف الحيدري، وبعض الأسماء الحية التي انكفأت على نفسها مثل خضير عبد الأمير، مجيد الموسوي، وما إلى ذلك من العديد من الأسماء. نحن نعمل بروح الفريق الشبابي، أي أنا أتشاور مع شبكة رمزية من الشباب ونتبادل الرأي، وأنضجنا برنامجا مهما سيثير الانتباه ويستدعي العناية والاهتمام. الأعلام هم شخصيات عراقية نبغت في مجالات الفكر والأدب والفن، وألقاص الراحل موسى كريدي أحد أبرز كتاب القصة في جيل الستينات من القرن الماضي.
ترك بصمة واضحة في مجال السرد والحياة الثقافية. تعالوا معنا لنتعرف على جوانب من سيرته الأدبية والثقافية. موسى كريدي، قاص وشاعر. هو موسى جابر كريدي، قاص وروائي وشاعر، مبدع عراقي، ولد عام 1940 في مدينة النجف بالعراق، ونشأ في جو المدينة العلمي وبمجايلة أدباء وكتاب ورجال دين، ودرس في مدارسها ومنتدياتها الأدبية والشعرية، وتميز عن أقرانه بحس أدبي وشعري سرعان ما مال إلى السرد وكتابة القصة القصيرة. تخرج في قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة بغداد عام 1965، وكانت فترة دراسته في كلية الآداب زاخرة بالنشاط الأدبي والثقافي مع أدباء الستينيات في بغداد، ثم عاد إلى مدينته النجف ليعمل مدرسا للغة العربية في مدارسها الثانوية، وتولى رئاسة تحرير مجلة الكلمة، وهي مجلة تعنى بشؤون الأدب الحديث ونقده، من 1968 إلى 1974، ثم انتقل للعمل في وزارة الثقافة والإعلام ببغداد ليعمل سكرتير لجنة التعضيد والنشر في الوزارة، وبعدها تنسب للعمل في مواقع ثقافية ثم رئاسة تحرير الموسوعة الصغيرة. في قصيدته الرائي واحدة من آخر قصائده إذ جنح في سنواته الأخيرة إلى كتابة الشعر مفتونا بتجاربه الشعرية أيام الشباب، كتب يقول: ما طال زحامي في الأرض إلا يوم غيابي، ووقوف الساعة لو تدري بدء رحيلي، أتلفت في البرهة نحوي فأرى وجهي في مرآة الرمل، فأقول لمن هذا الوجه من كان معي، أنا أسأل في الوهم تعاويذي وأهدهد آونة وجعي. يقول البعض من أصدقائه إن كريدي بهذه القصيدة كان يتنبأ باقتراب ساعة موته. أكان حقا يتنبأ باقتراب الأجل؟ لقد عرف عن موسى كريدي طيبته المفرطة وبياض قلبه الذي يشبه الثلج، وبراءة سريرته التي تشبه براءة الأطفال. كان كريدي إنسانا حالما، وكان وسط معاناته اليومية يطلق كلما أتيحت له الفرصة كلماته المتفائلة، مثل فراشات ملونة تحمل لليائسين والمحبطين بشائر خير قادم، إلى أن عضلة قلبه المكدودة كان لها منطق آخر فانهارت سريعا، وخذلته في نحو الساعة الرابعة من فجر الأربعاء 21 تموز 1996، وفي غرفة الإنعاش، والهدوء يخيم على ردهات مستشفى ابن النفيس في العاصمة بغداد. أغمض القاص موسى كريدي أجفانه ليستريح في النهاية، وهو ما يزال بعد في 56. نشر العديد من قصائده الشعرية، كما نشر العديد من القصص في الصحف والمجلات الأدبية، ومن أعماله الإبداعية 4 مجموعات قصصية هي أصوات في المدينة، خطوات المسافر نحو الموت، غرف نصف مضاءة، فضاءات الروح. ومن مؤلفاته الوهم والكتابة 4 مقالات. وترك لنا أيضا روايته البكر نهايات صيف، وصفحات من مسودة رواية جديدة كان يعمل بها قبل أن تدهمه المنية فماتت بموته، وبجانب كلماته عاف وراءه أحلامه الكبيرة. استضاف ملتقى الإذاعيين والتلفزيونيين مؤخراً العواد عمر محمد فاضل الذي اشتهر بصناعة آلة العود الموسيقية في ندوة فنية تحدث فيها عن فن تصنيع آلة العود وذكرياته حول الحرفة ومواصفات كل عود ورغبات الفنانين وصلته بالمطربين والموسيقيين،
وحضر الندوة عدد من الفنانين والإعلاميين. لنتابع هذا التقرير. عمل منذ نعومة أظفاره بورشة الأسطى محمد فاضل العواد. طبعا الأسطى محمد فاضل العواد هو الأب الذي اشتهر منذ سبعينات القرن الماضي بأنه مصنع للعود، العود الذي امتلكه النبلاء في المجتمع. على قاعة الجواهر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، أقام اتحاد الإذاعين والتلفزيونين ندوة فنية للملحن والفنان وعازف العود عمر محمد فاضل العواد، وسط حضور من الفنانين والملحنين. جلسة الملتقى الإذاعي والتلفزيوني لهذا اليوم كانت مخصصة للفنان عمر محمد فاضل العواد، والمعروف أن محمد فاضل العواد هو صانع العود ورجل صاحب برشة مشهورة كبيرة في العود العراقي الذي اقتناه أغلب فنانين العرب والفنانين الشرق بشكل خاص. عمر ابن الفنان محمد فاضل استمر على نفس الهدى وعلى نفس الطريقة في استمرار ورشة صناعة العود بامتيازات خاصة، وأيضا يعزف العود بشكل محترف ويناغم اللحن العراقي واللحن الشرقي. كانت جلسنا اطلعنا على تجربته الفنية وعلاقته مع الفنانين العرب، وتجربته أيضا مع الفنان محمود الكويتي، وكذلك مع الفنانين كاظم الساهر وسعد الجابر وفاضل عواد وحبيب منصور وآخرين. فلذلك العود العراقي الآن هو في حوزة كل الفنانين العراقيين بشكل الموسيقي وبتقنيته الحرفية الجمالية وبطريقة العزف. هذه يعني هذه الجلسة كشفت عن ثقافة موسيقية غالبا ما يشار لها، ولهذا نحن مهتمون دائما بتسليط الضوء على كل الأنشطة الفنية الإبداعية موسيقيا وفنيا وإذاعيا وتلفزيونيا. أقصى ما موجود هو الأكتاف يعني اللي أم كلثوم صباح فخري تغني أكتاف يعني من الصول للصول للصول، هذا موجود بالعود. يعني البيانو سبع أكتافات، فميزة العود أن العود آلة إلى علاقة بالإنسان، هي بالضبط قريبة إلى القلب، قريبة إلى القلب كلش. ولهذا العادي يخليها بحضنه، ما يخلي شيء بحضنه، يا أما ابنه يا أما حبيبته يا أما عوده. تضمنت الندوة الحديث عن سيرة الملحن والفنان عمر محمد وتجربته لصناعة العود بامتيازات خاصة، والذي اقتناه العديد من الفنانين العرب بالإضافة إلى عزف العود. نحن في الملتقى الإذاعي والتلفزيوني باستمرار نستضيف فنانين من مختلف الأنواع، يعني مطرب، فنان، مخرج، مسرحي، كاتب. اليوم ضيفنا ضيف مميز جداً، لأنه الضيف الوحيد اللي ورث الصنعة من والده اللي هي صناعة العود، العود العربي العراقي الأصيل. أستاذ عمر ورث الصنعة من والده، اللي هو والده أستاذ محمود العواد معروف يعني جدا. أستاذ عمر ولد العفو ورث الصنعة من والده واستمر بيها لحد الآن وأبدعوا بيها. العود العربي اللي صنعها والد أستاذ عمر وأستاذ عمر نفسه وصل إلى أستاذ محمد عبد الوهاب، وصل إلى فريد الأطرش، وصل إلى ناظم الغزالي، وصل إلى سيد مكاوي، وصل إلى كبار ملحنين العرب والعراقيين والفنانين والمطربين العراقيين، سعد بن جابر، حسين نعمة، رياض الله يرحمه، وصل العود إلهم. يعني جلستنا اليوم كانت مختصة عن صناعة العود العراقي اللي هو انتشر إلى كل أرجاء الدول العربية. عوادنا هي في حضن فريد الأطرش سنة 61، عودنا صار بحضن محمد عبد الوهاب سنة 59، بليغ حمدي أنا سلمت بيدي بالسفارة العراقية بالكويت سنة 80، سيد مكاوي. أما فنانين عراقيين فماكو بيت ماكو فنان عراقي ما عنده عود محمد فاضل. على الرغم من كبر السن للملحن عمر محمد، لكن ذلك لم يمنعه من العزف ليطرب الحاضرين
بأجمل الألحان التراثية والقديمة. صباح، قناة الرشيد، بغداد. صدر حديثا في بيروت كتاب بعنوان مدينة الكلمات للكاتب الشهير ألبرتو مانغويل، وألبرتو مانغويل مؤلف موسوعي مشهود له عالميا ومترجم وكاتب مقالات وروائي. ويلخص الكاتب فكرة كلما ضاق تعريف الهوية نما التعصب، وكلما قدمت اللغة إجابات قاطعة ضاق خيالنا عن الكون والآخرين وخاصة عن أنفسنا، من ملحمة جلجامش وقصة أيوب النبي إلى دون كيخوتا وأفلام السينما. ويقترح مانغويل في هذا الكتاب مقاربة جديدة، ينبغي أن نستمع إلى الكلمات التي يبثها الحالمون والشعراء والروائيون وصناع الأفلام عبر الزمان والمكان. عرضت على قاعة المسرح الوطني المسرحية الشعبية بوغو حلال من تأليف الدكتور حيدر منعثر، وبطولة نخبة من الممثلين بينهم عبد الرحمن المرشدي وسعد خليفة، لنشاهد جانبين من هذه المسرحية. رغم الأسى وما يعانيه العراقيين من ويلات الإرهاب الذي يحاول في كل مرة النيل من عزيمة العراقيين، إلا أن العراقيين بعد كل نكسة أو نكبة يعودون بقوة أكبر عازمين على الحياة، والمسرح الوطني خير دليل. فبعد فترة من انقطاع الناس عن الحضور اكتظ من جديد بالبغداديين لحضور عرض المسرحية الكوميدية بوغو حلال. شنو؟ مدير الفندق يقول السفير الكوري هذا يقدر ينام، اكو هوسه في الفندق. اي استاذ، هوسه اصفار المنطقه الخضراء على كيفك. ولك يا منطقه الخضراء اهلي يعرفوا هذول جماعه الصبر الناري وجمهوره من اول الله. وانتم تفهمون الصبر الناري شو غني هذا؟ استاذ انت هنا المدير تقدر تاخذ القرار. رغم المأساة اللي مرينا بها لكن تبقى الحياة، تبقى الحياة ولازم تستمر الحياة. من ضمن الناس اللي يزرعون التفاؤل يزرعون السعادة والحب هم الفنانين، وإحنا علينا رسالة أن نزرع الضحكة ونقولهم الحياة مستمرة، والحياة مستمرة وإن شاء الله قاعد تنعاد الحياة إن شاء الله، وقاعد نطرح هذا الوجع بس بطريقة كوميدية، وننقد الأشياء السيئة الموجودة في مجتمعنا بس بطريقة كوميدية، ونحاول نزرع ضحكة. وأنا أعتبرها الآن أكبر شعور وطني، أنه أنت تزرع البسمة في فم المواطن. يعني المسرحية بوغو حلال تأليف إخراج الدكتور حيدر منعثار هي الوجع الكوميدي، وجع كوميدي ما يمر به مجتمعنا من فساد ما موجود الآن، حاول نطرحه بس بطريقة كوميدية، طريقة الكوميديا السوداء، يعني شر البلية وما يضحك حقيقة، ونطرحه بطريقة السخرية
والضحك، بس إن شاء الله توصل الرسالة للناس مع الابتسامة ومع الجمال، ويا رب بردا وسلاما على بلدنا وشعبنا وناسنا من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا كلهم إن شاء الله يا رب. أنا أعتقد أنه الرد الحقيقي على ظلامية الظلاميين وعلى شراسة الداعشيين والمتطرفين والمتشددين الذي يريدون أن يأخذوا الحياة إلى الجانب الآخر المظلم، الرد الحقيقي على هؤلاء جميعا هو أن تستمر الحياة، هو أن تستمر الحياة بأوجهها الملونة. يجب أن البهجة والفرح يستمر في واقع الحياة اليومية العراقية، وعندما نقول واقع الحياة العراقية اليومية نعني بالبنية المجتمعية ومرادفاتها ومصاحباتها ومقارباتها، ومنها المشهد الثقافي عموما، يعني لا أتحدث فقط عن المسرح وخشبة المسرح والعاملين على خشبة المسرح، ولكن أقول المشهد الثقافي عموما يجب أن يضاء في هذه الأوقات لكي لا تتوقف الحياة. علينا أن نحارب هذا التطرف وهذا التشدد وهذه الهجمة الشرسة بفكر آخر، فكر جديد، هو فكر المتعة وفكر الوعي وفكر بهجة الحياة وفرحة الحياة التي يجب أن تستمر. وعليه أنا أوجه تقدير وشكر وإعجاب بكل مواطن عراقي رغم شراسة الهجمة أنه يأتي إلى المسرح الوطني ويشاهد عرض مسرحي، وهذه دلالة على أن الإنسان العراقي في داخله شجاعة كبيرة وفي داخله تمرد وفي داخله أيضا حب للحياة. علينا أن نستثمر حب العراقيين للحياة في أن نقدم المشهد المسرحي الذي يليق بهم. مسرحيتي اللي أنا مشرف عليها كوني مؤلف ومخرج بوغو حلال هي رسالة فيها مضامين كثيرة أنضافت لها أو نضاف لها مضمون أخطر وأهم من مضامينها الفكرية والفنية والجمالية، هي مضمون تزامن مع هذا الحادث الإجرامي، وهو أن الحياة تستمر ويضاء المسرح وتبقى خشبة المسرح منبر حقيقي للجمال والوعي والحق والعدالة. هذه المسرحية من تأليف الدكتور حيدر منعثر وبطولة نخبة من الفنانين العراقيين منهم عبد الرحمن المرشدي وسعد خليفة وزهور علاء وطلال هادي وشيماء رعد وعلي قاسم الملاك ودزمونة وحيدر الخياط، وتحاكي هذه المسرحية في فصولها الواقع العراقي. مسرحيتنا تقريبا هي تحاكي الوضع العراقي، حتى الكوميديا اللي بيها هي كوميديا الوجع العراقي، تعالج ما مر به الشعب العراقي، هموم الشعب العراقي، ويا ربي يسهل علينا ونرسم البسمة على وجوههم رغم المآسي ورغم الوقت الحرج، لأن المسرحية استمرت وحضور الجمهور ما شاء الله ما قطع النظير، العوائل باستمرار الحضور، الناس تحضر من خلال مشاركتنا في مسرحية اللي هي أن تعرض على المسرح الوطني اسمها بوغو حلال مع نخبة من نجوم المسرح العراقي. رغم أحزاننا اللي موجودة بداخلنا، ولكن احنا نحاول أن نرسم البسمة على شفاه المشاهدين والمشاهد العراقي. يا رب نتمنى أنه الكل يحاول أنه حتى يبتسم مع حاله، يعني يبتسم مع نفسه، يبتسم مع عائلته، لأنه حتى الآخرين يشوفوه مبتسم أكيد راح ترسم البسمة على وجوههم. ونتمنى أنه نتحول من بلد دم وهموم نتحول إلى بلد مبتسم دائما. يا رب يا رب، هاي أمنية الشخصية وأتمنى أن تكون أمنية الجميع يا الله. تعالت أصوات ضحكات العراقيين من جديد على خشبة المسرح الوطني لتكون بمثابة تحدي لظلم الظلاميين والقتلة. احتفلت بغداد مؤخرا بمرور 100 عام على افتتاح شارع الرشيد الذي يعد العصب الأساس التجاري والحضاري والثقافي لهذه المدينة العريقة، ويمتد شارع الرشيد لمسافة 3200 متر وسط العاصمة على امتداد نهر دجلة،
ويمثل جزءا مهما من تاريخ مدينة بغداد. وفي 23 من تموز عام 2016 يصادف مرور 100 سنة على افتتاحه في 1916 في زمن الوالي العثماني خليل باشا. ويشهد الشارع العتيد حملة تقوم بها دائرة بلدية مركز الرصافة تزامنا مع مناسبة الاحتفال باليوبيل المعسي على افتتاح شارع الرشيد، وسخرت كل الإمكانيات والطاقات لإظهار هذا الشارع بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع مكانة العاصمة الحضارية والثقافية والتاريخية. وقد أعدت مجلة الرشيد هذا الملف المنوع عن شارع ومعالمه والمقاهي التي فيها، لنشاهد ما سجلته الكاميرا. للوهلة الأولى يظن الداخل إلى هذا الشارع أنه عاد عبر آلة الزمن إلى الوراء. العمارة القديمة في كل مكان، الزخارف الجميلة تزين أسطح المباني، والأعمدة القوية التي تمتد إلى جانب الطريق تحكي قصة أول شارع في العراق. إنه شارع رشيد الذي يقع وسط العاصمة بغداد. هذا الشارع يعتبر أول شارع بالعراق هنا، أو أول ما فتح الوالي العثماني مدحت باشا، كان يسمى شارع الطويل، بعدين مدحت باشا، بعدين شارع الرشيد. وتقريبا بداياته من 1917 كانت تتخلل بالبداية العربات، يعني المارة والعربات والهذه. ويمتاز هذا الشارع ببناء حلو ويعني عثماني ونقشات وزخارف بالأبنية، ويتخلل الجسور، عندك الشهداء، وعندك شارع جسر الأحرار، وعندك جسر السنك، وعندك جسر الجمهورية، إضافة إلى الجوامع اللي ما بي، عندك بداية من حيدر خان جامع، عندك الخاصكي، وعندك جامع سيد سلطان علي وجامع النقي. فهاي الجوامع اللي موجودة مهمة وأثرية، المقاهي اللي كانت بيها اللي بالأربعينات والخمسينات، أم كلثوم والأم ربعة، من الآثار والتراث، والقهوة البرازيلية كنا ندرس بيها. وهذا الشارع يعتبر مهم، وكانت خدماته جيدة جدا، وحتى هندسة المعمارية وتبليطه وإضاءته وأنواره ولوحاته وكل اللي بي معروفين من الشخصيات العظيمة اللي كانت في ذاك التاريخ، أصحاب المحلات المرموقين واللي يمكن أكثرهم توفوا وراحوا، يعني اللي مثلا سعيد حراق وسعيد عبد الكريم محسن وصالح محسن والباتشي والكاهتشي ونعيم نعمو، يعني فتخيرة أصحاب المحلات الجيدين، يعني هم بصراحة هنا بهذا الشارع، إضافة إلى الأبنية المرموقة الجميلة جدا والزغرفة، واللي تعتبر ضمن تراثنا وملكنا وأثرنا وحضارتنا، لأن هذا يعتبر أول شارع اللي هو موجود حاليا، يعني المهم الرئيسي والتجاري، ويتخلل من المحافظات. ولا ننسى الأيام السابقة كانوا يتوافدون علينا من كل دول العالم، الألمان واليوغسلاف وحتى المصريين وحتى العرب ومن اليمن. والله احنا لحد السبعينات القرن الماضي كنا شارع الرشيد كان كله محلات مال ملابس وأحذية، ويعني ماكو هيك مصريات او شيء على الشارع. المحلات كانت كلش نظيفة، ويعني البضاعة اللي كانت موجودة منها كلها من مناشئ عالمية ويعتمد عليها. وكنا أكثر الأحيان يعني أكثر وقتنا نقضي بالشارع، يعني نروح مشي ونجي مشي، فد يعني منظر كلش جميل وحلو، جهة حضارية كانت كلش متميزة بها.
زين حج الناس اللي كانت تزوره هم بس عراقيين لو من كافة الدول؟ لا لا أكيد من كل الدول تجي، وخاصة الدول العربية يعني كانوا واي يجون يعني يتمتعون مناظرة النظافة الترتيب أنواع البضاعة اللي كانت تجي. كان هنا الأورزدي منا أول ما صار، وكان أورزدي هاي المولات اللي هسه مفتوحة، المولات اللي هسه مفتوحة احنا هاي يعني من سبعينات القرن الماضي، وكل البضاعة من مناشئ مفحوصة بحيث عندنا هسه مواد بالبيوت من ذاك الوقت. يعني خليل باشا جاد سي أو ما تعنيه باللغة العربية شارع الوالي خليل باشا الوالي العثماني الذي قام بتوسعة وتعديل هذا الشارع عام 1910 بعد أن كان زقاقا ضيقا لتسهيل حركة الجيوش وعربات الجنود. بشارع الرشيد يعني شارع عريق يعني أكثر العالم من يعني من 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 تحكي مثلا ببغداد أو بالعراق، أول ما يحكيك عن العاصمة بغداد أول ما يحكيك عن شارع الرشيد. شارع الرشيد يمتد من الميدان إلى جسر الجمهوري ويمتاز بالشناشيل، البناء القديم اللي هي من الثلاثينات مثل مسرح الزوراء، مسرح دار السينما الوطني، من المقاهي المشهورة بمقهى البرازيلي اللي هسه أصبحت مجمع تجاري اندثرت وراحت. يعني شارع رشيد معلم يعني معلم تجاري عريق بالنسبة لبغداد يعني، وأكثر أهل بغداد من يحكيك عن شاعر رشيد، ما يحكيك عن كل شيء، يحكيك عن بغداد وعن شاعر رشيد وما موجود في شاعر رشيد. فهسه الحمد لله شاعر رشيد تقريبا اندثر، ما بقى بشيء زين، والله ما بقى بشيء. ايش قد صار لك هنا بالشارع؟ أنا تقريبا من 1973 شاعر رشيد. زين؟ شغلات يمتاز بها شاعر رشيد أنت يعني تتذكرها قبل؟ أنا أحكي لك يعني أحكي لك بأيام زمان يعني شبابنا إحنا خلينا نقول يعني بس نهايه السبعينات وتقريبا بدايه الثمانينات، يعني كان احلى ما موجود في شارع رشيد ساعه الوثبه. يعني هاي ساعه الوثبه من توقف بيها كانه ما توقف بلندن، هاي وحده. واحلى ما موجود بيها اللي كان البريد القديم اللي هسه جسر السنك، ما كان اكو جسر، كانت هنا فنادق سياحيه درجه اولى، يعني الناس تجي تسكن بيها من كافه انحاء العالم، مثل فندق الجنائن المعلقه، فندق عريق وفندق درجه اولى خمس نجوم ذاك الوقت. فالشارع كان هذا يعني هذا شارع تستحي تمشي به، هذا كان كله ارصفه وزناجيل، ممنوع واحد يعبر يمشي على على الاسفلت، وهذا كان كله مخطط، مكانات كلها تعبر من عندها، والما يعبر على الخطوط ذاك الوقت ياخذون من عنده خمس دنانير، يعني سيارات موجوده تدفع الخمسه تدفع الخمس دنانير ياخذوك حجز يعزوك. يحوي الشارع الكثير من الصروح والمباني التراثيه كالسينمات والمقاهي، بالإضافة إلى عدد من الجوامع كجامع الحيدر خانة وجامع المرجان، فضلا عن الأسواق الشعبية كسوق هرج والتي تعود غالبيتها إلى العشرينيات من القرن الماضي. جمال العمران التراثي لهذا الشارع قد جعل منه في السابق المزار الأول للسواح من شتى أصقاع المعمورة، إلا أن العمران الحديث والذي يصفه سكان هذا المكان بالعمران القبيح قد احتل أجزاء منه، مشوها على حد نظر القول مظهر هذا الشارع. لقناة الرشيد الفضائية ليك حسين بغداد. بهذا وصلنا لختام مجلتنا لهذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع القادم، مع السلامة.